سؤال اليوم: لماذا للفيل خرطوم طويل؟ أسئلة سنجاوب عنها فيما يلي. السلام عليكم، معكم ياسمين ناجي من قناة حكايات وقصص ما قبل النوم. هيا بنا نبدأ. سؤالنا الأول: لماذا للفيل خرطوم طويل؟ كثير من أطفالنا يتساءلون. سنعرف معا إجابة هذا السؤال فيما يلي. خرطوم الفيل هو أنفه، ويستطيع أن يحركه بكل حرية لأنه لا عظام فيه. لخرطوم الفيل فوائد عديدة له، فالفيل يستخدم خرطومه في التقاط وحمل جميع الأشياء وقطع أوراق الشجر وإدخالها داخل فمه بواسطة خرطومه الطويل. يستعمله أيضا في شرب الماء، وذلك عن طريق امتصاص الماء بخرطومه الطويل ودفعه داخل فمه. يستخدم الفيل أيضا خرطومه الطويل في حمل صغاره وحمايتهم والتقاطهم ونقلهم من مكان إلى مكان. يستخدم الفيل خرطومه الطويل في الاستحمام، وذلك عن طريق امتصاص الماء ورشه على ظهره. كما يرفع الفيل خرطومه عاليا ليشم به الروائح المختلفة من حوله، كما يستعمله في القتال ومواجهة الأعداء إذا ما تعرض لخطر. فخرطوم الفيل هو بمثابة يد له، وله أهمية كبيرة لدى الفيل، ولذلك فهو يحافظ عليه ويحول دون تعرضه للإصابة. كانت معكم ياسمين ناجي من قناة حكايات وقصص ما قبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله.